الجهه المقتضيه اذا كان متسع الوقت، لان هذا هو النقاش الاساسي اللي احنا بصدده، احنا بصدده باش تعرفوا الحيتيات الحقيقه ديالها. مدير النشر يكون عنده اجازه في الشهر الثاني، ثالث يكون تاع الحقوق المدنيه، الرابع انه يكون مهمه توكل المال في اطار ما هو ديال المالي ديال المقاوله. اللي كيهمنا هو ان الفقره الاولى، الفقره الاولى الى بغيتي تاخذ تكون مدير النشر نفس الماده، ماده 16 فقط الفقره الثانيه ديالها، في حاله ما الى ما كتبتيش عندك الاجازه هذا قدام المشرع يخاطبك، اذا لم تكن لديك اجازه وكنت صاحب مقاوله اعلاميه فعليك ان توظف او تعين مديرا للنشر تتوفر فيه الشروط، هذا قدام الماده تتوفر فيه الشروط المهمة إلى أعلى يعني الخاصة بوجود النشر، وهي شرط واحد ثلاثة أربعة خمسة الجوج طار الخسارة استطاع فما قالوا الجوج طار استطاع فما قالوا، بمعنى الشرط الثاني أنا غير مضطر إلى صاحب القرار أنني نجيب وجود النشر عامل الإجابة، هذا هو معنى المقابلة. أخذ هي الآن نفسه تاع الوكيل المالي تابع مؤسسة شركة ما عنديش حق لمدير النشر نجيب على ورقه يتلقى بها، ما يكونش عنده الاجازه، هذا القانون، لان المقرر الشرط جوج سقط من القانون ما كاينش، سقط من القانون ما كاينش، لاحظوا تابعوا عندي هنا، ما كناش نضيعوا فيه الوقت راه عندي، سقط من القانون، ولا صاحب المقاوله جيب لي الاجازه، وتقالت شي وحدين مديرين الشركات المقاولات الاعلاميه قال لهم الوكيل المالي جيبوا تانتوما الاجازه، اذا هذا الحمار هذا التصريح، هذا هو هذا الناس اللي وضعوا القانون